تفضل الاسبيرونس عزيزي اليوم تفضل. غابة في الكلاسمون، هل الاسبيرونس أفضل من الناس الكل اليوم؟ بلو ستابل من الناس الكل بصراحة. اسبيرونس رغم اللي عملت أصعب حاجة اللي هي بدأت تبني ليكيب جديدة، فرغت القديمة وبدأت تبني ليكيب جديدة، ونعتبر اللي عملوا غلطة كبيرة في الكونتيتي متاع الجزيرية، كمية كبيرة برشا، معناها كان ممكن ثلاثة أقل ولا أربعة أقل، النص كانت تكون معقولة بالنسبة لإسبيرونس حسب رأيي، أكثر من لازم الجزيرية، خاطر ساعات يولي لك نويو مشتوت في قبيت في قبيت، بعد من العام الثاني الثالث يولي نويو بالحق نويو، وتولي عندك ان كونفلي كبير مهما كانت الميتريز نتاعك راهي تلقائية سبونتاني، يتلموا ويقعدوا يحكيوا مشاكلهم نفس اللغة نفس البلاد كذا كذا، رئيسي تلقائي يعملوها لي جران كلوب ديما جينيراسيون، يعمل لك ثلاثة أربعة من نفس البلاد باش يعاونوا بعضهم وينجحوا، دي بريزيليان سورتو في ريال مدريد في برشلونة، يجيبوا واحد بور أبويا نوتر ماسيرانو قاعد يلعب في برشلونة يجي ثلاثة ولا أربع سنين زايدين حرام زقوا بور أبويا ميسي، والناس الكل تعرف صحيح الكلام هذا، اللي هو اللي يخرج صحيح مع ميسي، هو اللي يمشي يتعشى مع ميسي، هو اللي يمشي حداه للدار، وهو اللي يقعد معاه، وهو اللي بالحق معناها وقتها اوبجيكتيف واضح وصريح، حتى في برشلونه يعرفوها الناس كل اليوم، ما عادش فيه وما عادش ينجح، ولكن لازم يقعد على خاطر ميسي لي اليس افيك لوي، كما صارت في زيدان مع ديوغاري وكذا كذا، فما جورات يفرضهم عليك الواقع بور ابوي ان جرون جوور، يحب حد مع جنبه صاحبه يبات معاه ويقعد معاه ويلعب لك، وهذاك يعطيك شيخ والاخر غصبا عنك موجود، اما نحكي لك على الفينومين هذا نتصور اكثر من لازم، هذا رايي، ما هاي اما بلو ستابل اداريا حمدي المد بشدد الامور بيد صحيحه، يحب جمعيته يفوري يصير، يحب يهز الالقاب زاده هو من حقه، دونك يسكري فيه برشا حاجات، ساعات تجي عليه بريسيون على الانترنور نحي صغير كذا كذا، اما يعرف اللي الا بوي بالكدا بما انه ماشي معاه ويهز في تيترويت، وبيان سور اسبيرونس بروفيت كوم توجور من الضعف نتاع الاخرين والمشاكل نتاع الاخرين، ما ترحمهمش الاسبيرونس، تاخذ انا افونتاج كبير وهالناس كل توا قاعده اجري ما تلحق على الاسبيرونس، بان المستير اليوم عامله سيزون اكسبسيونيل بصراحه، مع تحيه كبيره للاتحاد المونستيري بصراحه، قاعدين يعملوا في حاجه خرق للعاده، تشيخ كورة لو يكوروا اتفرجت اي فيهم تشيخ كورة يكوروا مش معناها كلي وليد صدفه، لا ايكيب بوز لو جو وتكور وتلعب في كوره مزيانه، معناها نحبوها كيكه، عرفت تحبوا جمعيه كيكه، مش 10 وجول ويضربوك بكونتر صحيح. وكذا كذا، لا حسن مستير تكور في كوره مزيانه برشا. فما جواب عملته في ابو ظبي وقت اللي جاوبت نتاع الوداد، اللي استفز شويه الاسبيرونس، ما تعاودناش هكا شويه تدافع على الاسبيرونس دبي. مش ندافع على الاسبيرونس، اما اخلاقيا الموقف اللي قلناه احنا اني وخالد بيومي قلنا ايش دخل الاسبيرونس في الكلام هذا، ممكن كان جا واحد من الاسبيرونس وقال للرجاء جيب لي الوداد ونربحها من غير فار، وقلنا له معيب معناه مش محلها من الاعراب هذه، بالطبيعه اني تونسي يربطوها الناس الكل باني ندافع على الاسبيرونس، وتونسي كان ما دافعش على الاسبيرونس راك ماكش باهي، عرفت ماني قلت لك اني يعني موقفي غادي ايتواليست، هاني بكيت على الايتوال من غير ما نشعر، في موقف نتاع هذاك مش محترم قلنا له عيب، ترى ايش دخلها في الموقف هذا، عملت حاجه جدتك الترجي جات على حالك قال جيب نلعب الترجي حتى بالفار، معناها بطريقه نتاع تمسخير، اي نعرف الريفاليتي يعني بين هو ايطوال ولا غيره ما وليبيرون، تمسخرش على العباد، وحدة ريتواليست يكون في بلاتو يستحليها، معناها يقول لك شي يهمني انا. في تونس ممكن نقول والله اذا هو كيك ما يهمنيش، ماني في موقف مانيش في تونس، فهمتك. اي وفي موقف يلزمني زاد نكون محترم كما قلت لك، معناها ما نجمش واحد معناها يتكلم بالطريقه الاستهزائيه على غيره واللي غايب واللي مش داخل في الموضوع ويحشيه في الموضوع ويتمسخر عليه، قلنا له ليه؟ حتى بيومي قال نفس الكلام، راهو خاطر احنا ما نجموش نسكتوا، خاطر نعرفوا اللي احنا نتحاسبوا كان نسكتوا، اني يعني كان سكت بركه ممكن يقول لك هذاك التونسي بيه وعليه. صحيح.
على خاطر ما دافعش وما تكلمش وما قالش كلمة حق، مش حتى دافع، قال كلمة حق. هي مش دفاع، بتتر كلمة حق أكثر منه دفاع. ما مش دخل اسبيرانس، تو أنت تاع يلعب الوداد تحط في القرعة مع إكيب أخرى. وإحنا في القرعة نحكي وراه. اي في القرعة في التلاش تاع بلاده. عرفت؟ قلنا له اي. راه عيب ما يجيش هكاك. إحنا في قناة عربية ما يجيش. اش قالك في اليسار بين زبير لا وزين استنى استنى الفكري؟ استنى استنى استنى، هاو دالي دالي صاحبي يقول لك حتى خالد بدر دافع على توا وسيفري في البطولة العربية. اه صحيح اي. فما تونسي في ابو ظبي قال اني مانيش نسيتي للنجم الساحلي، مانيش نسيتي ل تونسي ونحب الهلال يربح. وبدر قال لي مثلا نسيو الانتماءات البلد نتاعنا يعني. لا لا جرابو واحد لا مش معيز ولو طارو عاد ما نجيش على جامعتي. انا قلت لك يعني، اما وقت اللي نوليو في الغير المعقول صراحه نتكلم، انا ما نسكتش. بار فهمتك كونتر هاو غلطتوين وقت اللي تتغاض انت، وقت اللي يقولوا عليك الكلام، وقت اللي انت تقول ثاني اسبيرونس ما لعبتش مليح، وقت اللي هي اسبيرونس ما لعبتش مليح، كيما وقت اللي خرجت من ليكيب نتاع مصر هذيك المصري البورسعيدي المصري ولا ما نعرف شنو. اي اسبيرونس ما كورتش كيما العاده اي ولا ما كانتش باهيه، ما عندكش الحق تقول مش باهيه. انت ايش دخلك ما فينا؟ يقبلوش منك فهمت هنا وقتها سبيتش اسبيرونس، يعني نحكي على ماتش نتاع الكوره وبرا عادي يا معلم، ايش دخلوا فينا؟ واحكي على جمعيتك وما تحكيش على جمعيتنا. فهمت كيفاش؟ وقت لاني نخدم على روحي.